عبر الهاتف ايضا الاستاذه سهى سعيد عضو التنسيقيه. استاذه سهى، لماذا يدعى شخص من غير المنتسبين او من غير المنتمين لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين لمتابعه المنصات الالكترونيه الجديده التي تم اطلاقها للتنسيقيه؟ حضرتك وعلى كل متابعينك الكرام، الحقيقه انه المنصات وسيله للتواصل الاجتماعي مهمه جدا في الوقت الحالي. الحاجه الثانيه انه دايما شكوى الشارع ان احنا ما بنعرفش الاحزاب بتعمل ايه، وما بنعرفش السياسيين دورهم ايه، وايه الدور الموجودين اللي بيقدروا يقدموه للمجتمع، مش بس في الازمات في الاوقات يعني فيما يتعلق بالسياسه، وانما في الاوقات والازمات زي ما احنا دلوقتي بنواجه جائحه كورونا. الحقيقه ان بيكون في ادوار كثيره لكن مجهوله، مش معروفه للجميع. اذا كانت الناس مش متابعه اعلاميا اللي بيحصل، فممكن تتابع من خلال تواصل، من خلال الاشتراك في المنصات او في الموقع. كيف امكن الوصول الى صيغه مشتركه بين مجموعه احزاب يصل عددها الى 26 حزب، صيغه مشتركه بين الاهداف والمرامي المنشوده من جانب هذه الاحزاب مجتمعه؟ الاراده الحقيقيه، احنا بندور على المساحات المشتركه. احنا يعني منذ تاسيس التنسيقيه ونحن نسعى الى ايجاد مساحات التوافق والابتعاد عن المساحات الاختلاف اللي بينا، وغالبا احنا كلنا واقفين على اجنده، خلف اجنده وطنيه، كلنا واقفين على خط واحد بالنسبه لموقفنا من الدوله المصريه. لكن احنا ممكن تكون شكل الاداره او شكل الموقف هو المختلف من حزب للتاني او من توجه للتاني. احنا بنستبعد شويه التوجهات الفكريه وبنركز في الاماكن اللي ممكن نتفق عليها، المساحات اللي ممكن نتفق عليها عشان نقدر نفيد بيها بلدنا. موقع الكتروني، حسابات رسميه على موقعي فيسبوك وتويتر، قناه رسميه على موقع يوتيوب، كيف يمكن ضخ محتوى جذاب او محتوى ترويجي لما يقدم من قبل التنسيقيه سواء على المستوى السياسي او على المستويات التنمويه؟ هو ده التحدي اللي احنا بنواجهه دلوقتي، والحقيقه ان ابتدى التركيز فيه بشكل اكبر منذ بدايه الجائحه، لانه يعني التحرك باريحيه بقى محدود شويه، فبقى في وقت اكتر للسوشيال ميديا، ده خلانا نركز اكتر وفي الفيلد ده عشان نقدر نتواصل مع قطاع اكبر، لان احنا منذ بدايه الجائحه يمكن الدور السياسي بيغيب شويه الا في وضع رسم استراتيجيه او اخراج اوراق عمل لحل ازمه معينه في الجائحه. احنا خرجنا من الاطار ده شويه وفكرنا ان احنا اكتر نعمل حملات توعويه ونتخلى عن، مش نتخلى، نرحي الجانب السياسي شويه ونحاول نتواصل اكتر مع الناس بشكل اكبر وبشكل يفيدهم اكتر، من خلال ان احنا نقاوم الاشاعات، نحاول نصحح المعلومات باستمرار، نحاول نبرز الادوار اللي بتحصل من المؤسسات المخالفه. لكن بحكم انكم تنسيقيه سياسيه بالدرجه الاولى استاذه سهى، وان شاء الله مع زوال هذه الجائحه المحتوى السياسي والحزبي سيكون له مساحه ايضا في هذه المنصات. هو اللي موجود يعني. نعم. هي المكتبه الرقميه اللي موجود، اللي بتشمنها المنصه بتشمنها الموقع، هي فيها كل المخرجات، وبعدين هو كل المبادرات اللي احنا بنعملها ليها بعد سياسي. نعم. مبادره البلطو الابيض هي ليها بعد سياسي، ان انت تاخد خطوه استباقيه قبل الازمه ويكون عندك فرق طبيه جاهزه من الفرق النهائيه للمعاهد وكليات الطبيه. المبادره بتاعت سك العمله ده دور سياسي، انه انت بتخلد موقف وبتخلد ذكرى معينه تفضل موجوده للفرق الطبيه وبتكرمهم بشكل هم بيديهم دافع، ده اداء سياسي. السياسه موجوده في حياتنا كلنا في كل حاجه، ولكن كيف تنوع وكيف تسوق وكيف يتقبلها المجتمع، ده الاهم. وكيف يتقبلها المجتمع. شكرا جزيلا لك الاستاذه سهى سعيد عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين منضمه الينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.